حضرتك عارف انه خلينا نقول ان بيبقى في جزء كبير جدا من الصحه لما بتبقى مش مظبوطه او ما بناكلش اكل كويس او مش واخدين بالنا من صحتنا تحت اي بقى سبب من الاسباب، ده بيأثر على نفسيتنا، فبالتالي بتبتدي حاجه ورا حاجه في حياتنا تتدمر. فعايزك تكلمني اكتر ازاي احافظ على شكلي عشان خاطر ارضي نفسي ما ارضيش غيري. بالظبط. الاهم من اي حد في الدنيا هو انا وصحتي طبعا. طبعا دايما بقول يا استاذه فرح ان مريض السمنه في حاله احتياج لاكتر من نوع من انواع الدعم، يمكن اهمهم الدعم النفسي اللي حضرتك قلتيه في الانترو الجميل ده. الدعم النفسي يمكن 80% من الحالات اللي بتتواصل مع فريقنا الطبي او معانا بياكدوا ان هم كانوا على وشك ان هم ياخدوا قرار خاطئ وهو اللجوء للعمليات الجراحيه. فدايما الدعم النفسي ان انا ادعمك نفسيا خصوصا مريض السمنه عشان ما ياخدش قرار خاطئ. يمكن مش بس كمان الدعم النفسي، كمان الدعم الصحي، ان انا ابين له مشاكل السمنه، السكر، الضغط، القلب، تصلب الشرايين، مشاكل العظام، الحمل الزيادة على المفاصل والعظام اللي في الآخر خالص يعمل لي مشاكل كبيرة جدا في العظام، تكيس المبايض اللي عاد عند معظم البنات حتى في مرحلة ما قبل الزواج. وبالتالي الدعم النفسي والدعم الصحي. يمكن مش بس كده كمان، وده دورنا في HR فارما كمان، الدعم الاقتصادي، ان انا دايما لازم ادعمك واشجع كل الناس واجيب كورسات مدعمة اقدر اوصل بيها لكل الناس عشان افيد واوصل لكل الناس حرفيا. دايما بقول كورسات مدعمة، يمكن فرصة البوكس اللي موجود معنا النهاردة بوكس الحل السحري في كل حاجة لمشاكل السمنة. يمكن حتى كمان العرض النهاردة اللي موجود معنا عرض اقتصادي جبار، كورس عليه كورس تاني مجانا عليه 4 هدايا. طبعا كل حاجة وليها دور نقدر نتكلم عنها. عشان كده دايما بأكد من خلال برنامج حضرتك ان الدعم النفسي والدعم الصحي والدعم الاقتصادي ان انا اقدر اخلصك من مشاكل السمنة قبل ما تدخل في مرحلة الامراض المزمنة. طيب هل الكورس آمن لكل الأعمار؟ يعني نقدر من سن كام الناس تاخده؟ تمام. الكورس دايما بتكلم، دايما كورساتي عبارة عن مكملات غذائية. انا معايا الكورس رقم 1. هو مش دواء، هو مكمل غذائي. مكمل غذائي مصنف كده. ليه بقى؟ اولا انت حاجه زدت عن طريق الاكل، فلازم انا هعالجك عن طريق الاكل برضو، جايب لك حاجات مكملات غذائيه. حتى الكورس رقم 1 اللي هو بيشتغل على الشهيه، لازم رقم 1 في التخسيس ان انا تارجتي ان انا اظبط الشهيه. ليه؟ اي دكتور تغذيه في العالم ما يقدرش يقول لك انك تقدر تنزل ربع كيلو من غير ما تقلل الاكل وتقلل هرمون الانسولين، ده رقم 1، ده اساسي بالنسبه لي. فحتى المكون اللي هينزل لك اللي هيقلل الشهيه وتحكم في هرمونات الجوع والشبع عباره عن جلوكوماين، الياف ألياف طبيعية تدخل مع كوبايتين المية تملى لي حيز كبير جدا من المعدة. حتى الكورس رقم 2 علاج الحرق، وأنا تارجت النهاردة يا جماعة الناس اللي عندها مشاكل في الحرق، عبارة عن كروم، والكروم ده معدن موجود في الجسم يحتاجه الجسم بكميات قليلة جدا، ولكن لسبب أو لآخر الخلايا من السمنة تراكم عليها دهون أو الأعضاء ما عادتش شغالة بشكل طبيعي، فلازم أدعمك بمصدر خارجي. حتى الـ L-كارنيتين برضو المكون رقم 3 الأساسي وهتكلم عن الدور بتاعه، عبارة عن أحماض أمينية موجودة في الجسم. حتى الجارسينيا كامبوجيا اكستراكت عباره عن خلاصه زهره الجارسينيا. فاذا انا كل مكونات الكورس اللي معايا مكونات طبيعيه فعاله امنه، اقدر استخدمه زي ما حضرتك تفضلتي من سن 16 سنه من مرحله البلوغ. طيب اللي قبل كده، طبعا الشهيه دلوقتي والسمنه المفرطه عادت منتشره في المراحل المتقدمه من العمر، ليهم كورسات طبعا اقل فعاليه شويه مخصصه. يبقى الكورس اللي موجود معايا اقدر استخدمه من 16 سنه حتى 70 سنه، من مرحله البلوغ حتى 70 سنه. اي حد عنده مشاكل سواء ضغط او سكر او قلب او مشاكل السمنه كلها بامان يقدر يستخدمه. طيب اقدر انزل قد ايه؟ 15 كيلو في الشهر الواحد. طب افرض انا عايز انزل 30 كيلو، اكمل بالكورس رقم 2، بعد كده عايز اثبت اتابع مع الفريق الطبي، تقدر توصل للوزن اللي انت عايزه. يعني احنا كمان في فريق طبي بيراجع مجاني معانا وتابعه مجانيه طبعا. ودايما نقطه الفريق الطبي مهمه جدا يا استاذه فرح، انك تقدر تحكي كل المشاكل بتاعتك، تكلم معاه بحريه كامله كانك قاعد معاه. طبعا هو تخسيس اونلاين، فكره جت كده كويسه جدا واصبحت دلوقتي متسهل حاجات كتيره جدا علينا. طبعا مضيعه الوقت وان انا احجز في عياده والمواصلات، انا اقدر اوصل للي انا عايزه عن طريق ان انا اتابع مع الفريق الطبي. احنا في عصر السرعه. بالظبط. عشان كده احنا لازم نبقى برضو بنفكر بطريقه تبقى سريعه في نفسنا. طبعا وطبعا طريقه عصريه وامنه، اقدر اوصل لكل احل كل مشاكلي وانا قاعد مكاني. صح مظبوط.